لما بدا ينشر الدعوه ايش قال لهم؟ يا قوم هل اذا قلت لكم ان وراء هذا الجبل عير قادمين عليكم سيغزوكم ان كنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما كذبنا عليك كذبا قط. قال فاني رسول الله اليكم كذا. قال له لا تبا لك لهذا جماعتنا، يعني جاب لهم بالمنطق والحجه انه لو قلت لكم ان وراء الجبل هذا الناس جايين نصدق خلاص، اذا صدقوا اننا النبي قالوا له. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بمنطق ادعو الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قبل ما ندخل في هذا السلوك التسويقي في المنهج الاسلامي نعرف ايش المفهوم الاسلامي للتسويق. طبعا ما وردت كلمه التسويق في القران الكريم ولا في السنه، لكن ورد مكانه التجاره والتاجر في الفكر الاسلامي. التاجر الصدوق، التاجر الامين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي حديث اخر ان ملك الموت اتى رجلا ليقبض راحه فقال له هل عملت من خير؟ قال ما عملت غير اني كنت ابيع الناس وابايع الناس في الدنيا واجازيهم فانظر الموسر واتجاوز المعسر فادخله الله الجنه. السلوك التسويقي أيضا حدد الإسلام أخلاق واضحة لعملية التجارة والتبادل. ولقد رأينا أن كيف أن أمانة التاجر وسوف تدفعه إلى مكانة الأنبياء والصديقين والشهداء في النظام الإسلامي. أيضا يا شباب الآن لما تشوف مثلا أنه الذين دخلوا الإسلام في جنوب شرق آسيا أوروبا عن طريق التجار المسلمين أكثر مما دخلوا عن طريق الفتوحات. فالمسلمين اللي راحوا جنوب شرق آسيا زمان يمنيين كان التاجر يدخل كثير جدا بتعامله. كان الأجنبي يجي هذاك في كتاب كتبه واحد مستشرق عن هذا الحكمة، وكتب إنه من دخل في الإسلام من جنوب شرق أفريقيا في سنغافورة وهذا الأمور أكثر مما دخلوا بحد السيف أو الفتوح. وفي واحد أمريكي كتب إنه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مسوق في التاريخ، سوق الدين الإسلامي. طيب الإسلام نظام شامل لجميع نواحي الحياة، والتسويق جزء من النظام الاقتصادي المرتبط بالاقتصاد الإسلامي. فن وعلم بناء وإدارة علاقات مربحة ومشروع حلال بين المنظمة وعملائها، هذا تعريف للتسويق من منظور الإسلام. من خلال التزام المنظمة في مختلف عناصر مزيجتها التسويقي وتعاملاتها التسويقية مع عملائها وطرق التعامل مع المجتمع بمبادئ وأسس وقيام المنهج الإسلامي المنبثقة من كتاب الله الكريم وسنة نبيه الطاهر. ما هي خصائص التسويق بمنظور الإسلام؟ أول حاجة التركيز على الدورة أولا في مختلف الأنشطة والممارسة التسويقية ثم لغة العميل. يعني احنا بالفكر التسويقي الحديث نقول ايش؟ نهتم بلغة العميل، لكن في الفكر الإسلامي نقول أول شيء لازم نرضي الله ثم رضا العميل. الاهتمام بالحاجات المادية والمعنوية للعميل، مش فقط الدين الإسلامي يهتم بالحاجات المادية الإشباع المادي، لكن يهتم أيضا بالحاجات المعنوية الخاصة بالإنسان، يعني يهتم بمصلحة الإنسان لا ضرر ولا ضرار. تحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة للمجتمع والأمة. الدين الإسلامي إذا لقينا شرط تعارض مع مصلحة الأمة ومصلحة المجتمع يكون محرم حتى لو كان يتناسب مع مصلحة الفرد.
التركيز على الجانب الأخلاقي والالتزام بالقيم الإسلامية في كافة المعاملات، عدم التعارض مع الأساليب التسويقية الحديثة طالما لا تضر بالفرد والمجتمع. يعني لو واحد الآن قال لك التسويق في الإسلام يتعارض مع التسويق المعاصر، أقول لك لا، طالما ماش حرام، الشيء اللي مش حرام الإسلام مقرر أي حاجة ما فيهاش إضرار بالمجتمع أو محرمة شرعا فالإسلام يقررها مهما كانت حديثة وأسلوب تسويق حديث. إيش المبادئ الأساسية للتسويق منظور الإسلام؟ أول مبدأ وجوب التزام الحلال الطيب في الكسب. عمل لي أمثلة. تحرر الحلال. كانت المرأة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخل الصحابي وفي يده أكل وشرب تقول له زوجته أسألك بالله أمن حلالا أطعمتنا إياه وأمن حرام قبل ما تعمله أسألك بالله أمن حلالا أطعمتنا أمن حرام. لو كان من حرام ما تضرش، لكن إحنا الآن تعال شوف تدخل باس اللي قدرك ربي على وفلان فلان يجيب من فلان سالك وأنت سلام مثله. يا دكتور أنا بوظف جنبنا بالتموين بالتموين التجارة راتبه يعني زي راتبنا بس كل يوم يعني كل يوم صرفها تلقاها يوميا. نحن موظفين بالجامعة المواصلة في الراتب كيف يا دكتور يعني حتى يسببوا مشاكل وأنت تركز ها أقول لك أنت موظف وأنت ما مش معاك. طيب الصدق والأمانة في المعاملات من يدي لي شواهد من الإسلام؟ تاجر الصدق والأمانة في صاحبة اللبن أحمد بن الخطاب صاحبة اللبن اللي مزقت اللي تشمت مزق على الله يبارك تاجرة اللبن اللي أمها تقول لها أخلط الماء باللبن حتى تبارك لنا البيع وكذا قالت هذا حرام وعمر لو علم بذلك يعني سيحاسبه. قالت له وما أدرى عمر بما نفعل وهو كان يسمع. فقالت لإن كان عمر لا يعلم فإن الله يعلم بذلك. فزوجها عمر لابنه كان من نسلها خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز. طيب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مر على واحد يبيع ذرة ودخل يده في ذلك تحت فقال له يا صاحب الطعام لماذا ما خرجت المبلول من برا من فوقنا شفت خليك المبلول من تحت من غشنا فليس منا. فالصدق والأمانة في التعاملات هي التي خلت الأخوة يدخلوا في دين الإسلام كثير جدا. الوفاء بالعهد والإخلاص ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا العهد ورفض الظلم. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كتابة العقود وشروط شروطها وتوضيحها. إيش اللي يحصل الآن في العصر الحديث؟ في حاجة سادت الآن في المجتمع إنه إيه؟ شقوجي أبي الرجال ما بيناش دينك 100,000 لو تركت تشتري ورقة الله المستعان بيننا ورد ورجالك
اليوم هذه في الطريق. هذا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جعل أكبر آية في القرآن هي آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه وليكتب بينكم شهادة. كان صغيرا أو كبيرا. الآن إيش اللي يحصل؟ حتى على مستوى التجارة يقول لك إيش؟ شفت كذا رأي منك إن هذا الآن هذا الآن حتى 200,000 أو 500,000 حول كذا. طيب إحنا الغالب أقل لك ما كناش هذا لهم ولو تشوف سبب المحاكم وكذا بتلاقوا هذا الشيء. فلا بد من كتابة العقد العقود والشروطها مهما كان المبلغ سليم. حسن الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايش؟ حسن الخلق. ايش كانت تقول عائشه؟ كان القران يمشي على الارض. كان القران يمشي على الارض. حسن الخلق حق الرسول لو ادينا عده شواهد. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا مش أكثركم عبادة ولا أكثركم. طيب حسن الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من؟ مع أصحابه، في تعامله مع الغير. نذكر بعض الشواهد. لما إيش؟ لما كان اليهودي يرمي الشوك الزبالة بيت قدام بيت الرسول، فصحى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فجر ما لقي شادي، فسأل أبو بكر عمر ما بال اليهودي؟ قال له مريض. فراحوا إيش؟ زاروا لهم حنا بهذا الوقت. واحد يطرح باب الشقة حق الزبالة مريض. الله يسلم سلامك. حسن الرسول حسن الخلق مع من؟ مع اليهود ومع كفار قريش. لما جاءوا قالوا له ايش؟ ماذا تظنون اني فاعل منكم اليوم؟ ماذا على ابي بكر؟ قالوا اخو كريم من اخي كريم خالد ابو فاطمة توقع. ايضا عندما الاعرابي اللي بات في المسجد قالوا الصحابة تضربوا تغليب المصلحة العامة في الإسلام. إنه إيش؟ إذا في حاجة تضر المصلحة العامة إذا المفاسد مقدم على لابد إنك إيش؟ المصلحة العامة تكون الأولى ولا يعني تتوازن بين المصلحة الفردية، لكن المصلحة العامة ضروري تكون لها القيمة الأولى. إيفاء الكيل والوزن. ويل للمطففين. ويل للمطففين الذين إذا تابعوا على الناس يستطيعون. طيب هل الآن نطبق هذا في عهدنا إيفاء الكيل والوزن تغليب المصلحة العامة؟ قلنا هذا الآن عندنا إيش؟ مش موجود خالص. حدد الواجب، حدد من وجهة نظرك مدى التزام بعض الشركات الصناعية اليابانية بأخلاقية التسويق والمنهج الإسلامي في التسويق.
ايش رايك؟ Thank you.
تمام خويا شوف ها بسم الله الحمد لله رضي بالله انت مش هاكي انا بعيد صراحه بس انتوا علشان هذا الموضوع والله الدنيا تعبانين الحمد لله انتوا مريض عبد الرحمن انا خسرت قلبي مش حالي والله بس بقول لك حاجه تكون يعني تكون في الشهر في الدنيا والله زي الضمان الاجتماعي قلت لك اللي جيت انا عطاني حق حق التموين احنا عنده كل يوم زوجتي تقول لي انت موظف وموظف انا انت الحلال انا الموظف انا المؤدب اللي يكون من راتبي ما عندي ولا رياضه ولا اه
وانا بعدين قلنا سرق من هنا. انا سرقش من هنا احنا ولا له ولا له هنا اخلاقيتنا من وتاهلنا احنا سرق ابدا. ولا ابو عندنا احنا ما في سفر اقول لك حتى لو في ما نحس احنا من هذه النوع غيري يا حبيبي. بس قول له مش يعني ليه نديلكش المصري؟ لا نديلكش ياه، قول له نديلي شريكة محترمة. لا أنا نشوف صار صديق والله، قول له عادي نديلك ما هو في نوع، في نوع ثلاثة آلاف في نوع أربعة آلاف في نوع. المشكلة أنا عندي مشاكل في الكلى. ما له شغلة أنا، فيتامين سي بدون كالسيوم. كيف؟ لو أنه في زنك تمام، بس زنك حلو، بدون كالسيوم ما يعملش أي مشكلة، لأنه في فيتامين سي مطلوب كالسيوم، هذا ما بدنا نقول. هذا بيعمل لك إشكالية شوية. وبعدين يجي لك عشان تحط لها هذا تحط لها تقليل وانت خلاص تشعر اذا بانتعاش مع عسل بادي مع الاكلات زي اللي قلت لك عليها تاكل بس فرد وهذا تسال بالضبط. مشكلة انا خاف لان السكر أيام بكرة الساعة 2 تروح بلا قصة ها؟ تمام الساعة 2 تمام خلاص الساعة 2 جاهز جيب لي الجميزة تكون في ان شاء الله الأول والثاني والثالث اليوم خلاص والباقي خليهم على ضوء الزوج تمام تمام طيب نتكلم عن الامتحان هذا مهلاش ايش ده؟ قلت لها هذه الكتابه تكون نفس الكتابه. ايش تاخر الظلم؟ ايش تاخر الظلم؟ بعد يرجع يسال. لا بس عشان تعرفوا ما تقولوا كل سؤال. ايوه عشان حتى الابواب هذه كيف هي. رحنا عندي هم بعد ايش بيسوي سؤال؟ السؤال الاول طبعا هو خمس أسئلة في سؤال على أصدقائي حدد مدى اختلافك أو تأهيلك يعني تقول اختلافك اختلافك حدد مدى اختلافك ايه؟ او تأييدك آه. وكل فقرة من الفقرات تختلف تمام آه. حدد مدى تأييدك مدى اختلافك يعني تقول لي ايش؟ اتفق معك او اختلف مش صح او خطأ تمام آه. كل عبارة التالي يعني مثلا واحد أنا أقول أتفق أو أختلف ها؟ أيوه أنا بديلك عبارة واحد مثلا بكل ايش؟ بكل فقرة بجيب لك خمس فقرات من واحد إلى خمسة كل فقرة عليها درجتين درجة على كلمة تأييد أو كذا درجة على التعليل طبعا انت بكل فقرة مع التعليم يعني مثلا اتخذت مثلا اتخذت الشركات اليابانية ثلاث في دخول منتجاتها للسوق
الشركة اليابانية. ثلاث أنواع صح؟ ثلاث أنواع. أنواع كخول. أول شيء كخول لأستراليا. بعدين فند دولي عالمي. أيوة. عملها ثلاث أنواع. فأنت بتقول لي إيش؟ بالإجابة انتبه انتبه جدا. مش تدخل تعلي على طول. تكتب لي كذا. يعني تعمل لي كذا مثلا تقول لي إيش؟ مؤيد. حيث التخرج بعد الإجابة. أي مثلا هناك الكثير مثلا من أخلاقيات التسويق التي وضعتها الجمعية الأمريكية للتسويق للدخول هذه ثلاثة نقاط دخول منتجات في عندك دخول منتجات في السوق العالمي يعني مثلا جبت لك سؤال ثاني قلت لك ايش الكثير من أخلاقيات التسويق التي تضمنتها الجمعية ميثاق الجمعية الأمريكية للتسويق هي أسس ومبادئ الأخلاقيات في المنهج الإسلامي صح؟ وهي الجمعية الأمريكية في التسويق الكثير من الأخلاقيات اللي استعرضنا لها هي أصلاً أخلاقيات ضوابط أخلاقيات موجودة في الشريعة أو في المنهج الإسلامي. العموم على السؤال الأول. السؤال الثاني. عشر درجات. يعطي نماذج. الأول كمان دكتور خمسة. تطبيقية. الأول عشر. ها؟ الأول عشر. لا، الأول حدد مدى اختلافك. كله عشر. على طول، يبقى خمس فقرات. يبقى خمس فقرات. شوف أنا عندي سياسة أركان الإسلام خمسة. السلاحك خمسة. كل واحد خمسة، درجات خمسة. درجتين وكل فقرة. تمام؟ أعطينا مالية تطبيقية لكل حالة من حالات أو موقف من مواقف التالي أو لكل مما يأتي خمس أيضا واحد إلى خمسة يعني مثلا شركات عالمية شركات مثلا نموذج شركات تطبق استراتيجية العالمية الدخول في الأسواق التعامل في التعامل مع الأسواق مع السوق العالمي من حل السؤال نفس السؤال الأول مش معقول شركات تطبق الاستراتيجية العالمية في التعامل مع الأسواق العالمية جوجل ها لا منتج واحد جميع أنواع الأسواق جيب لي عدة شركات آبل هذه زي حق بيبسي سامسونج اتش بي شيبا ديل دل. خمسة شو اسمه خمسة فترات كل واحدة على الانتين سؤال ثاني هذا هدية مني لكم عشان اختر إحدى الشركات المحلية أو الدولية اختر إحدى الشركات المحلية أو الدولية أو العالمية وحدد ما يلي خمسة أشياء يعني طبيعة نشاط الشركة رؤية استراتيجية التسويق استراتيجية الدخول للسوق العالمية والعلامة التجارية استراتيجية التسويق الرقمي مدى التزام الشركة مثلا بأخلاقية التسويق حدث اللي مطلوب منكم النشاط بس تلخصه
في حدود صفحه ما يتوسعش من التطبيق، يعني صفحه او صفحه ونص ولا شيء، تمام؟ فهذا طبعا سؤال مغشوش. السؤال الرابع، حدد بإيجاز مع ذكر أمثلة تطبيقية إن وجدت، واحد إلى خمسة، يعني مثلا أبرز خصائص تسويق من منظور إسلام، يعني هذه أسئلة مباشرة ما أشتش منك حفظ، حدد بس العناصر الرئيسية. حدد إيش؟ أبرز خصائص التسويق من منظور إسلامي، تناولنا قبل شوية الصدق والأمانة، الحرص على المصلحة، التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة، كذا التركيز على رضا الله قبل رضا العميل، تمام؟ يعني بإيجاز أمثلة تطبيقية، يعني مثلا حدد بإيجاز أبرز القضايا الأخلاقية، مثلا أبرز القضايا الأخلاقية في تصميم تطوير المنتجات في التسعير وفي الترويج، هنا بذكر أمثلة، يعني ايش؟ ابرز القضايا الاخلاقيه انه ايش؟ عدم لازم يكون ايش؟ التبيين والتغليف واضح، مثلا لازم يكون خصائص المنتج معروفه، لازم تعرف العميل يعني ايش الخاصه بالمنتج. مرتبك التسعير، عدم عمل سعر مظلم، عدم كذا. التاريخ موجود عندك. التاريخ والانتهاء. بيان تاريخ الانتاج والانتهاء. وهذا. السؤال الخامس، اختر الإجابة الصحيحة، واحد إلى خمسة، اختر ألف باء جيم د، مثلا global marketing يعبر هذا المصطلح عن تسويق الدولي، تسويق المحلي، تسويق الصادرات، تسويق لا شيء بملك الناس. لا شيء ما سبق ان المصطلح هو التسويق العالمي، تمام؟ جلوبال ايش؟ جلوبال فكذا هذه صوره مصغره لما يجب لما سيكون عليه امتحانكم ان شاء الله. طيب في اي حاجه مش واضحه؟ الدكتور استاذنك على التصدير، وين هم التصدير يعني تسوق الدولي وكذا، لانه من الدول العالميه في اطار لا في عندك تسويق الصادرات. ايوه تسويق الصادرات، هذه كانت تتبع عندكم شركه السعيد. التسويق الصادرات يعني انا شغلي كله في ان انا اصدر لدول ودرس يسموه ايش؟ يسموه في مجال التسويق اداره عمليات التصدير او اداره عمليات التجاره الخارجيه. يعني ايش؟ ان شركه بكاس شركه السيدات مهمه تدرس ايش تحتاج الاسواق الدوليه ومنتجات المجموعه وتقوم بتصديرها بعلامات تجاريه خاصه وكذا، مثل هذا يعني تجي شركه سمسار تجي شركه اول تصنع منتجات خاصه الاسواق الدوليه هذا يندرج تحت تسويق الصادرات لان هي ما تحتاج منتجات التسويق المحلي. التسويق المحلي ما تحتاج السؤال المحلي بدأت بالسوق المحلي،
كويس زي الشركه. بعدين لما شافت ان السوق معي بضايع ليك ازداد المنافسين تبدأ تعمل تسويق صادرات للدول المجاوره تصدر فقط. بعدين عندما تجي فرصه الدول المستقله تعمل تسويق دولي، تروح الشركه نفسها تعمل لها وكيل تعمل لها كذا تمارس التسويق. بعدين اذا تطورت ممكن تعمل تسويق عالمي. طيب اما الاستراتيجيه المحليه هذه معناته ان انا انتج واسوق منتجات تلائم البيئه المحليه كشركه عالميه. ما في استراتيجيه مصادرات. ايوه ما ليش دعوه بالصادرات، انا اصمم منتج خاص باليمن. هي شركه الصادرات استراتيجيه جلابي معاوز جلابي معاوز اصدر لمصر السؤال الثالث.
اسعاري بالارض مثلا في مفادير التجزئه. هذا ممكن نجيب السؤال ايش؟ الرابع مع الامثله. كان يجي يقول لك انا شركات تطبق اسلوب العرض المرن. نتائج التجزئه تطبق اسلوب العرض المرن. زي ايش؟ محلات الذهب. محلات الملابس، محلات الملابس، ادوات التجميل، الاحذيه، معلش. لكن سيب مفتوح لا هذاك هذاك انا اتكلم لك عن اما مثلا العرض الشبكي لازم شنو؟ على البقالات، السوبر ماركت، المولات. تمام. ايضا مثلا يجي يقول لك النماذج الحديثه لعرض المنتجات داخل متجر التجسيم. تقول استخدام المجسمات، استخدام فنون العرض او التكنولوجيا، استخدام يعني في عندك حاجات كثير جدا تبين هذه الاشياء. شوفوا لو في اسئله فرصتكم. طيب الدكتور انا قصدي مثلا بالنسبه للفصول يعني في الدراسه في الانسان زي ما انا قلت لك عن نفسه من السبب في الشاشه صح؟ هذا المعنى. مثلا شو بدنا نقول يعني؟ مثلا الخمسه. مثلا تشتري مثلا الدكتور التهيئي تكون باثنين عناوين بثلاث عناوين في دراسه الاولى. لا اصلا انت ما تفهمها يعني انا لما اجي اقول لك حدد ايش يعني مثلا اقول لك ايش؟ ادي لك هنا اقول لك ايش؟ اعطي نماذج تطبيقيه الميزه التنافسيه لبعض الشركات العالميه. زي ايش؟ تقول لي مثلا ابل بايش؟ الكفاءه الجوهريه لبعض الشركات العالميه. يعني انا ما اشتكي تقرا تفهم ما تحفظش. تحفظ مرجع. يعني انواع الميزه التنافسيه. السعر الأقل، الميكروفون، الميزة في التكاليف، الميزة في التمايز والاختلاف، الميزة في التركيز. الميزة في التركيز. ممكن أقول لك مثلا أعطني شركة تستخدم الميزة التنافسية في التركيز. زي الإنتل. مركزة على المعالجة. زي جونسون أند جونسون. ملابس مستحضرة للطفل. أعطني شركات عشت الميزه التنافسيه حقها في التركيز على منتج معين او على شريحه سوقيه معينه. قلنا مثل ايش؟ شركه ايش؟ انتل. انتل في المعالجه. طيب شركات كمان ايش؟ جونسون اند جونسون في ملابس الطفل. ومستحضرات برضه، مستحضرات تجميل الاطفال. مستقبل تجميل برضه الاطفال يعني مستقبل. ايوه مستقبل تجاره التجزئه. هذه الانواع التنافسيه ايش تكون بالنماذج التطبيقيه هذا؟ هذه انواع الانواع التنافسيه. ايوه ممكن تقول لك ايش؟ شركات تطبق استراتيجية التكلفة العطاء زي الوال مارت. يعني كلها أنا موجودة عندك بس عندي الشركة. ها؟ عندي الشركة. لا تركزوا شنطة على الشركات، ركزوا حتى على القضايا. يعني أنا بدي لك مثلا قضية ممكن تتفق أو تختلف معي. يعني مثلا إيش؟ شركة سامسونج لما نقضت التقنية حق أبل مثلا. مثلا أقول لك إيش؟ تؤدي الكفاءة الجوهرية، تؤدي الكفاءة الجوهرية للشركات العالمية إلى
الشمسية للشمس. صحيح، يعني إذا كانت سخونة صحيح، أو سخونة مية تضرب لي إيش؟ أمثلة. إذا مثلا ممكن أجيب لها غاب، أنا أقول لها في الآية بجد ميزة تنافسية، ميزة تنافسية مع الكفاءة بين مفهوم الكفاءة الجوالية ومفهوم ميزة غلط. تقول لي أختلف معك، أختلف معك حيث أن الكفاءة الجوالية هي ما يميز الشركات المهارات التي تمتلكها الشركة ولا يستطيع المنافسين مجاردها، بينما الميزة التنافسية حاجة تميز الشركة بس ممكن إيش المنافسين يأخذها منها. ولذلك الكفاءة الجوالية تقود إلى تحقيق الميزة التنافسية. يعني مثلا إيش الكفاءة الجوهرية تقود الشركة إلى خلق ميزة تنافسية.